الأستاذ محمود بن مبروك الناطق الرسمي لحراك 25 جويلية. احنا اليوم هذه مسيرة دعا لها حراك 25 جويلية تخليدا لذكرى الاستقلال يوم 20 مارس 1956. حبينا نبينوا للشعب التونسي ونبينوا للخارج لتونس مدني دولة مستقلة عندها السيادة الوطنية متاحة والسيادة الوطنية خط أحمر، وهذا عبر عليه الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2021. إذن لا للتدخل الأجنبي في تونس، ونحن نحب نندده بموقف الاتحاد البرلمان الأوروبي اللي يعني قاعد يضيق في الخناق على تونس وعلى السلطات التونسية، لما يعني قدم مقترحات في إطار لائحة لعدم دعم وزارتي الداخلية والعدل صلب البرلمانات الدول الأوروبية. نحن نحب نقول للدول الذية رأنا احنا شعب عنده السيادة متاعه، انهكتنا الاتفاقيات التركية والاتفاقيات الاستعمارية السابقة، نحب يقع إلغاء جميع هذه الاتفاقيات فهمني حتى ترجع السيادة التامة ويكون يعني الشعب التونسي شعب مستقل. نحب نطلب من السلطة الفرنسية انها تقدم اعتذار رسمي للشعب التونسي نظرا لتونس ما دفعته من دم غالي ومن شهداء ومن مقاومين ومناضلين استشهدوا لغاية تحرير الوطن مثل ما قدمت فرنسا، يعني اعتذار رسمي للسلطة الجزائرية، ومثل ما إيطاليا قدمت اعتذار رسمي للشعب الليبي فرنسا تقدم لنا اعتذار وتعوض العائلات هذوما. تم شكون قبلكم في البرلمان القديمة طلبوا نفس المطلب أن تتقدم فرنسا بالاعتذار، ومع ذلك لم تتقدم عفوا باعتذارها للشعب التونسي. إذن شنو جديد معكم أنتوما؟ كيفاش نجم الدولة الفرنسية معناتها تستجيب للمطلب نتاعكم اللي لم تستجب له سابقا مع النواب لقدم؟ لم تستجب الدولة الفرنسية لمطلب الاعتذار من قبل مجلس النواب السابق، لأنه مجلس النواب السابق فيه 90% من النواب العملاء للخارج، وهم يعني يعملوا في بروباغندا وليست مطالب يعني حقيقية، هذه مطالب يعني كرتونية. نحن باش نضغطوا عليهم باش نطلبوا إلغاء الاتفاقيات الفرنسية التي ما زالت تنهك وتستنزف الخيرات التونسية عبر الضغط هذا، وعبر يعني التمسك بالسيادة الوطنية والتمسك بيعني كون تونس عندها يعني لا للتدخل الأجنبي في تونس. سوف تستجيب الدولة الفرنسية وسوف تقدم اعتذار رسمي مثل ما فعلت ذلك في الجزائر. أعطينا تعليقكم على ملاحظات وتوصيات البرلمان الأوروبي التي أعلن عليها في الجلسة العامة اللي عقدها مؤخرا ولصوت عليها بالأغلبية. هو ساعة موقف برلمان الاتحاد الأوروبي يعني ما يختلفش على موقفه السابق، باعتبار هو يعني كان عنده عملاء أعضاء في البرلمان السابق. ونحن نذكر بواقعة يعني النائب الخليفي على نادي تونس اللي مشى عمل جلسة من مقر البرلمان اتحاد البرلمان الأوروبي، هذه لائحة مقترحات لعدم دعم وزارتي الداخلية والعدل في تونس. نحن رافضين هذا التدخل السافر في الشأن الوطني، رافضين هذا التضييق، ونحب نوصل لهم مساج ان احنا عندنا اكثر من سنة ونصف ماخذين حتى قرض لا من عندهم ولا من عند غيرهم، والشعب التونسي لاباس، بل بالعكس نحن قاعدين نخلصوا في القروضات اللي خذوهم هما تيرة العشرية السوداء. قلتم انكم تدعمون مسار 25 جويلية، اعطينا على أنا اساس معناتها تدعمون المسار والثقة هذه وكل مين تسمدوا فيها، وشنو الفرق بين اللي يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد واللي قامت به الحكومات السابقة طبعا واللي تهم جزء من الشعب التونسي انها فشلت في الاستجابة لتطلعات بتاعو لمكاسب الثورة التونسية؟ احنا مجددوا مساندتنا للمسار باعتبار قائد المسار يعني رئيس الجمهورية استجاب لمطالب حركة 25 جويلية. نحن لما طلبنا المحاسبة رئيس الجمهورية انطلق في المحاسبة، يعني تساندون رئيس الجمهورية لأنه استجاب فقط لمسار 25 جويلية، وكأن مسار 25 جويلية يمثل الشعب التونسي أو أغلبية الشعب التونسي. الشعب التونسي كل يحب عن المحاسبة، ما ثماش فرد من الشعب التونسي رافض مسألة المحاسبة، كان يعني الفاسدين أغلبية الشعب التونسي يعني تطلع للمحاسبة، يتطلع إلى محاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل في من خلال الأموال الفائزة التي يعني والثراء الفاحش اللي ظهر على عدة قيادات متاعه. نحن هذه مطالب الشعب، المحاسبة،
تطهير القضاء، تطهير الإدارة، يعني هذه كلها يعني مطالب شعبية، وما ثماش تونسي يعني ما تصوروا باش يقول ليه على القطار المحاسب. كما نشوفوا اليوم شارع الحبيب بورقيبة احتفالات بعيد الاستقلال، ونشوفوا معناتها رفع شعارات مناصرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد. احنا اليوم جينا قد منا نجيب الهاني ممثل مسار عن ولاية القيروان. احنا اليوم جينا من كافة الولايات، كافة المعتمديات، مناصرين لمسار 25 جويلية، لقرارات سيادة الرئيس، لاحتفالا اليوم. بالحق حاسين انه فما استقلال، عيد الاستقلال هو اليوم. احنا نحسوا في روحنا ان استقلينا، معناها داخليا وخارجيا تونس اليوم تسترجع في قواها وتسترجع في انفاسها بعد عشريه سوداء عاشتها تونس، خلتنا نعيش وضع كارثي للغايه. الحمد لله ان شاء الله تونس اليوم مع قرارات سياده الرئيس انها ماشيه في الطريق الصحيح، وان شاء الله باش نوصلوا معناها الى مبتغى الشعب التونسي باذن الله. شنو هو اللي يخليك مساند لمسار رئيس الجمهوريه قيس سعيد؟ انا مقتنع بافكار معناها في سياده الرئيس، هو المنقذ اللي باش يكون المنقذ الوحيد اللي باش يكون معناها حلم التوانسة اللي يحبوا يحققوه، انه البلاد معناها ترجع التنمية الدور اقتصاديا، وجهة تونس مع نطاق عالمي. فهمتني؟ شنو هو الفرق بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومات السابقة التي فشلت في الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي ولمكاسب الثورة التونسية؟ هي باش نكون صعيب المقارنة، انك باش تقارن باللي اللي عشناه معناها في 10 سنين بين بعد 25 جويلية، فما فرق كبير. انه نزل على النقطة اللي معناها اللي حاجته بها الشعب، الوضع اللي يحب يعيشه الشعب. معناها قيس سعيد هو كان المنقذ اللي كنا نعيشه فيه، معناها كانت حالة مزرية، تونس قاعدة إلى الوراء. هو اليوم إن شاء الله باش يكون المنقذ للبلاد.